السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح لكم طريقة إحصائيات القناة وإزاي تدخل على الاستوديو من جوجل كروم اللي هو المتصفح زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنا بنحول الموضوع الإلكتروني أو مش لازم تحوله، بس في أغلبية الموبايلات أو الهواتف بيبقى لازم تدخل من وضع الكمبيوتر، أو هنا بتدوس على التلات نقط دول تنزل تحت هنا بتلاقي الموقع الالكتروني، انت بتضغط عليه بيشتغل معاك بالشكل ده. دي بيبقى القناة من جوه، دي عدد المشتركين، احصائيات المشتركين، هنا الاخبار، هنا الافكار المخصصة ليك، هنا عدد المشاهدات، هنا الفيديوهات المميزة والمنشورة والكلام ده كله. في هنا بعد كده بتلاقي تاني واحدة اللي هي الفيديوهات، المحتوى بتاعك، دي كل الفيديوهات اللي بتبقى على القناة عندك. هنا بيجيب لك المشاهدات زي ما انت شايف، كل فيديو قدامه المشاهدة بتاعته بالشكل ده. هنا التعليقات، لو في حد تعليقات بتلاقيها هنا. هنا نسبة الاعجاب او الاعجابات على الفيديوهات بتلاقيها الناحية التانية هنا. هنا طبعا البث المباشر، لو باسس مباشر او كده هتلاقي الفيديوهات هنا، او لو عايز تصور بس مباشر بتضغط البدء زي ما انت شايف هنا، بيدخلك على طول على الكاميرا، بتسمح بتشغيل الميكروفون والكاميرا ده المتصفح فبيصور لك فيديو بس مباشر على طول. هنا المشاركات اللي هو المنتدى، هنا بتلاقي قائمة التشغيل، دي قوائم التشغيل، تطبيقات اندرويد، الربح من الانترنت. هنا ممكن تضيف قائمة تشغيل جديدة اللي هو تضغط هنا كده وتكتب اضافة العنوان، هيدخلك تضيف العنوان مثلا الشروحات، هنا لو عايز تخليها اعلانية او خاصة او غير مدرجة، طبعا غير مدرجة او خاصة مش هتظهر. بعد ما بتضيف قائمة التشغيل كده بتدوس نشر كده، بقى عندنا اهو شروحات فيديو، قائمة التشغيل اهي معلهاش ولا فيديو. هنا بيجيب لك مثلا كل قائمة تشغيل فيها كام فيديو، عدد الفيديوهات لكل قائمة، وانشاءت ميتا، والمتاح ايه. في تالت واحدة في هنا اللي بعدها الاحصائيات، احصائيات القناة، هنا بيدخلك على نظرة عامة، بتلاقي عدد المشاهدات، وهنا وقت المشاهدة بالساعات، هنا المشتركين اكتر او اقل. هنا بقى في ميزة كويسة جدا بيقول لك عدد المشاهدات اخر 48 ساعة، دي بتتحدث في الوقت الحالي، يعني لو ركزت معايا هتلاقيها 4821. ايه لو ركزت على 4821 دي شوية هتلاقيها مثلا بتزيد 4824 اهي، وهتفضل برضو تزيد. هنا بيجيب لك الفيديوهات الافضل اداء، إيه دي مثلا 4400 مش عارفه كام، دي اخر 48 ساعة، دي احصائيات اخر 48 ساعة عندك في القناة. طبعا اللي احنا بنستفيده من الشرح ده ان احصائيات استوديو يوتيوب من المتصفح او من جوجل كروم حتى لو من الموبايل زي ما انتوا شايفين، فهي بتبقى افضل بكتير من التطبيق نفسه بتاع استوديو يوتيوب. انا طبعا برشح إيه لو عايز تشتغل على قناتك، هي إيه هتدخل من متصفح جوجل كروم وتخش بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. إيه نيجي على الشرح اللي بعده اللي هنا التعليقات، هنا لو في تعليقات او كده، هنا لو في عايز تراجع التعليقات إيه تيجي على اللي بعدها الدف، ترجمة القناة لو عايز تترجم حاجة او تترجم فيديو او ترفع فيديو بترجمة. هنا بقى الناس بتدور عليه اللي هي احصائيات القناة. احصائيات القناة هنا بيقول لك مثلا دي ساعات المشاهدة العلنية، وهنا زيك زي الكمبيوتر بالظبط، وهنا 839 مشترك، هنا الانذارات النشطة لو عندك انذارات طبعا بيبقى ضايفها لك هنا، وهنا ميزة التحكم بخطوتين لو عايز تفعلها، هو اجباري ان انت تفعلها عشان تقدر تبقى
من تبع برنامج شركاء يوتيوب لما تحقق الشروط اللي هي 4000 ساعة هنا وال1000 مشترك هنا. هنا بقى في لو عايز تعدل الفيديو او كده تضيف قسم الكلام ده. وهنا في ميزة برضو كويسة جدا لو عايز تضيف موسيقى على الفيديو بتاعك، الموسيقى دي كلها تقدر انت تنزلها دي بدون حقوق خالص تبع اليوتيوب. هنا ممكن تشغل الأغنية على الفيديو بتاعها، ف متحبش تتكلم بصوتها او كده، فده هيبقى ان افضل ان هي بدل ما تجيب محتوى من حتة تانية او تاخد انذارات منه، لا انت نزل من هنا هتلاقي علامة الموسيقى هي تحت، تضغط عليها يدخلك ارقام كل الاغاني دي او الموسيقى دي كلها مجانية بالكامل، مجانية بالكامل دي بيقدمها لك موقع يوتيوب. ولو حد عنده اي استفسار او اي حاجة نفسه يعرفها او كده ياريت يتواصل معايا، وانا اكيد باذن الله ربنا يقدرني واقدر اساعده فيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.